السلام عليكم حبيباتي صحباتي خواتاتي المتابعات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم جيتكم بروتيني تاع المعن. نبداو نغسلوا المعن بعد ما جاتنا العين، هذه جات البارح العشية ما قدرتش نغسلهم، ماشي بيا ما قدرتش، خليتهم على الصباح خير. حنا دوكا هي العشرة واش هكذا، وخطوني قاعده ندير في الغداء هكذا. بون نبداو على بركه الله هذا العمل.